قبل ما نبدأ الحلقة خليني بس أقول لك إسماعيل هنية أغتيل في طهران واتعملت له جنازة. تخيل أنت شظية عورت طرطوفة ودن ترامب، بني آدم مناضل تحبه تكرهه، ده موضوع يخصك، يعني موضوع يخصك انت شخصيا. بس ليه؟ لانه الاستاذ نزار قباني كان كاتب في كتاب اسمه قصتي مع الشعر، وهي زي تقدر تقول كده مذكرات نزار قباني. كاتب انا هنقل منه نصا دلوقتي، كاتب بيقول بالنص كده ان هاملت لا ينتمي الى العصر الاليزابيثي فقط، ولكنه ينسحب على كل العصور. وحرية بول إلوار ليست حرية فرنسا وحدها، وإنما هي حرية الزنوج والفيتناميين والفلسطينيين وكل من يزرعون الرماح في لحم جلاديهم. هو ده الكتاب قصتي مع الشعر، أنا نقلت العبارة منه بالنص. إن هاملت لا ينتمي إلى العصر بتاع إليزابيث فقط، ولكنه ينسحب على كل العصور. وحرية بول إلوار الشاعر الفرنسي الكبير ليست حرية فرنسا وحدها، وإنما هي حرية الزنوج والفيتناميين والفلسطينيين الذين وكل من يزرعون الرماح في لحم جلاديهم. ده نزار قباني في قصتي مع الشعر. على أي حال خلوني بس أمسك معك. تخيل انت اسماعيل هنية تم اغتياله في طهران، وجنازة شعبية في جنوب افريقيا، جنازة في اسيا، جنازات في اوروبا، جنازات في كل حتة، وغاب العالم العربي. انما في المقابل قبلها، شوف الفضائح يا راجل، قبلها بكم اسبوع ترامب البلطجي يدوب تشازيا عدت من جنب سرسوفة طرطوفة ودنه، اللي هي الحادثة دي، أي يعني سلخة من طرطوفة سنتوفة ودنه. تخيل إنه الزعماء العرب كلهم بادروا، وإيه وترامب مش رئيس، ده قدام المحكمة متهم، بادروا، ما تهدى عم، بالسؤال عنه والاطمئنان عليه. اهو خد السيسي يطمئن، يا عم هات السيسي يطمئن هاتفيا على ترامب ويجدد الإدانة لجميع الأعمال الإرهاب والكراهية. وفي جنازة نتنياهو ما فتحش بقه، ما قالش الجملة، لا هات الكلمة بتاع السيسي وانا عجباني قوي، السيسي يطمئن هاتفيا على ترامب. وايه ترامب ده؟ واحد زلنطحي امريكي، ده بيزنس مان امريكي عادي لحد دلوقتي، حتى هذه اللحظه بالانجليزيه until now، انفعوها اكتبوها يمكن تخدمكم. واحد عادي مواطن امريكي، لا هو حاكم ولايه ولا هو بيشتغل في الفدراليه الامريكيه ولا اي حاجه، ده واحد زلنطحي ضحك على واحده بروستيوت في فلوسها، ده السيفي بتاعه. أنا قلت حاجة غلط؟ جاب ولية غلبانة بتجري على أكل عيشها وجابها ومدهاش عرقها. ده بقى السيسي، هو هات يا عم السيسي، أيوة كده، السيسي يطمئن هاتفيا على المواطن ترامب ويجدد الإدانة لجميع أعمال الإرهاب والكراهية. تخيل، والله تخيل، هل يجوز؟ يجوز، لا ويجدد الإدانة لجميع أعمال الإرهاب. لكن مقتل اسماعيل هنية مش ارهاب. طيب هدأ بقية الزعماء كده في نفس الحادثة برضو، سنتوفة طرطوفة ودن ترامب. بص يا بالخبر في سي ان ان، الانتخابات، السعودية وقادة الامارات والاردن والكويت يدينون محاولة اغتيال ترامب. الله، في واحد اغتيل رسمي؟ مفيش، ما تكلمنيش على الحب، يعني في محاولة اغتيال سارع الزعماء العرب للاتصال بالمواطن العربيد
السكير النسوانجي ترامب، بس عندما يغتال اسماعيل هنية محدش فين دول فتح بقه خالص، ولا حضر الجنازة ولا أدان ولا أي حاجة. شفت الفرق عزيز المواطن؟ ده الفرق.